السلام عليكم ورحمة الله. راح نكمل وياكم شرح أمثلة الفصل الأول كيمياء للصف الثالث متوسط. طبعا طلبوه من عندي الدور الثالث، وأيضا يعني يفيد اللي هسه جاي يدرس يعني اللي بصف الثالث متوسط، فيقدر يستفاد من عنده. ناخذ السؤال مثال 9-1، وصلنا اليوم راح نكمل الأمثلة. حناخذ شلون تعرفون أعلمكم الدورة والزمرة، وراح ناخذ ما الشيء المشترك بين العناصر، وراح ناخذ رتب العناصر حسب زيادة أنصاف أقطارها، وهذا يعني يخلص الفصل الأول. وإن شاء الله طلبتم من عندي الفصل الرابع اللي هي أمثلة. يلا عيني نبدأ. هسه يقول لك ما الدورة والزمرة التي يقع في كل من العناصر. مثلا إذا أعطاني هيك سؤال يقول لي ما الدورة، عيني يقول لي ما الدورة، ما الدورة والزمرة، ما الدورة والزمرة التي يقع كل من العناصر الآتية. يلا عيني، يريد الدورة والزمرة. مثلا ناخذ الكي 19. احنا قلت لكم اذا جاني هيد سؤال، يعني اي سؤال مطالب ويعطيني الرمز، مو اول مرة اروح اكتب الترتيب الالكتروني، هايني فما اعرف يعني احل الا ما اطلع الترتيب الالكتروني. يلا عيني هسه واضح. يعني قلت لكم ما أعرف إذا مو أطلع الترتيب الإلكتروني. يقول لي شي، يقول لي يعطيني رمز العنصر ويقول لي ما الدورة وما الزمرة. فناخذ الترتيب الإلكتروني، عندي الكي 19. الكي شنو هي؟ 19. فأقول 1s2، شوفوا 2s2، 2b6، يعني 2b6، 3 S2 4 6 10 11 12 بعد شنو 3 S2 3 B6 و4 S1. عيني خلينا نحسب ونتأكد، 2 و2 4 و6 10 و2 12 و6 18 و1 19. هاي طلعت الترتيب الالكتروني. زين اريد اعرف شنو الدورة وشنو الزمرة. شوف قلبي، اقول الدورة هي الرابعة. شلون عرفتها؟ الدورة اللي تقع بصف العنصر، يعني هذه الدورة يسموها، هذه شنو الدورة. والزمرة، الزمرة الفوق فوق العنصر، الزمرة الأولى. الدورة شنية؟ على آخر عنصر. أنا كل دا أحكي على آخر غلاف، آخر العنصر. فعدي الدورة الرابعة والزمرة الأولى. زين إذا أعطاني هيجي سؤال مال S، زين أكو بيها مثلا عدي الN، ناخذ الN E 10، مو أطلع أقول 1S2 وأقول 2S2 وأقول 2B6، 2 و2 4 و6 10. زين أرد أطلع الدورة، الدورة أقول الرابعة، هاي منتهين من عدها الدورة، الدورة الثانية، هذه الدورة شنية الثانية، الدورة الثانية. زين والزمرة أقدر أقول السادسة؟ لا ما أقدر. ليش ما أقدر؟ ليش هسه تقولون أنت هنا كتبتي الزمرة الأولى؟ لأن عدي طلع S، لكن إذا طلع لي B، بس خلوها ملاحظة ببالكم، إذا طلع لي B الستة شبيهة أجمعها ويا 2، الستة شبيهة أجمعها ويا 2، إذن 6 و2 8، إذن الزمرة الثامنة. شوفوا حبايب قلبي، يقول لك ما الدورة وما الزمرة، مطيك عنصر، أنت طلع 1s2، تروح على آخر شيء، آخر شيء، آخر غلاف، آخر ترتيب، آخر ترتيب. فإذا طلع إذا جاي S، أقول هاي الدورة إحنا منتهين من عدها بصف العنصر، هاي الدورة. لكن إذا إجا S أقول شكو فوقها أكتبه، يعني الزمرة الأولى. لكن هنا إذا إجا B آخر شيء الرمز B، شو أسوي الرمز B؟ نجمع 6، إحنا نجمعها من عدنا ويا 2، 6 + 2 = 8،
هذه الدورة والزمرة. وهسه هم راح ناخذ أمثلة مال هذا الشيء المشترك، هم بها يتضمن الزمرة. خلينا ناخذ هذا، ما الشيء المشترك؟ ها عيني، ما الشيء المشترك بين مواقع العناصر التالية في الجدول الدوري؟ مطيني ام جيل 12، ومطيني اني 11، ومطيني ال اي 3. طبعا من يريد من عندي يقول لي ما الشيء المشترك، شو اسوي؟ اطلع الدوره واطلع الزمره. اطلع شنية الدوره واطلع الزمره. يلا عيني، يا الله. زين، يقول لك ما الشيء المشترك، ما الشيء المشترك بين من؟ بين ال ام جي ال 12 وبين ال ان اي ال 11 وبين ال ال اي 3. زين، يا الله، ناخذ اول واحد اللي هو ال اي. خلينا ناخذ ال اي 3، عيني ال اي 3. زين، ال ال اي 3 شو اسوي اول مره؟ أقول أطلع الرمز 1S2 2S2 2 لا هاي كافي، لا مو أربعة سويتها، شوفوا يوم 1S2 و2S1 باعوا، لأن 2 و 1 3 هي 3، 1S2 2S1 هذا 2 وهذا 1. زين، أقدر أطلع الزمرة، أسوي المرة الدورة شنية؟ الدورة الثانية، الدورة الثانية. زين، والزمرة الزمرة الأولى، ليش الأولى؟ لأن عندي S، هذه الدورة منتهين من عدها، والزمرة الأولى، إذا عدتي S نكتب شقد رقم هنا أكتبه. زين، خلينا ناخذ هذا، هسه شنية؟ ناخذ الـ NE، NA الـ 11، هم أطلع الرمز، 1S2، 2S2، 2B6 و3S1 4A11. زين، هسه انتبهوا عليها، يا هي الدورة، الدورة الثالثة هذه، والزمرة الزمرة الأولى لأن عندي S، لو طلع لي B كان قلت الزمرة هكذا. زين، عندي MG الـ 12، أطلع الترتيب الإلكتروني 1S2 2S2 2B6 و3S2 3S2 طبعا ذني كلهن زمر. يلا عيني، الدورة شنية؟ الدورة الثالثة، والزمرة الزمرة الثانية. طلعت الدورة الثالثة والزمرة الثانية، قلت لكم إذا بي نجمع من اثنين، بس هنا ما طلع لي. هسه هو يريد شنو منطق السؤال؟ يقول لك ما الشيء المشترك بين ذني، شنو الأشياء المشتركة؟ شوفوا الـ LI الدورة الثانية والزمرة الأولى، هنا الـ NI الدورة الثالثة والزمرة الأولى، وهنا الـ MG الدورة الثالثة والزمرة الثانية. إذا شنو الشيء المشترك؟ الـ NI والال، الان اي والال مشتركات بمن؟ بالزمره الاولى. شوفوا هذه الال اي مشتركات بمن؟ بالزمره الاولى، هذه الزمره الاولى. يعني شو اقول؟ اقول ال اي، خلينا نغير القلم، اقول ال اي ايش قد الال اي والال اي والان اي يشتركان في زمره واحده، زمره واحده هي الزمرة الأولى، هي الزمرة الأولى هاي اللي يربط بيناتهم. زين، ناخذ الـ NA والـ MG، خلينا نشوف، شوف الـ NA والـ MG هياتن NA و MG مشتركات بيا دورة، دورة الثالثة، يشتركان في دورة واحدة هي الدورة الثالثة. هذا إذا جاني هيك سؤال، عيني إذا جاني هيك سؤال يقول لي ما الشيء المشترك بين العناصر، نطلع الترتيب الإلكتروني أول مرة، وبعدين نطلع الدورة والزمرة، وبعدين شنو نشوف، شنو المشتركات بدورة وحدة أو بزمرة، شوف الأشياء المشتركات بها.
هسه آخر مثال هذا عندي، رتب العناصر حسب زيادة أنصاف أقطارها الذرية. يلا عيني، رتب العناصر حسب زيادة أنصاف أقطارها الذرية. زين، يقول لك رتب العناصر حسب زيادة أنصاف أقطارها الذرية. إيش مطيني؟ مطيني الأف 9 والسي 6 والأو 8 والإل آي 3. إذا جاني هيك سؤال يقول لي رتب العناصر، أنا شو أسوي؟ أول مرة أقول أطلع واحد واحد، إل آي 3 أقول 1 إس 2 2 إس 1 هايني؟ زين، شو نقول؟ الأو الثمانية، الأو الثمانية أقول 1 إس 2 2 إس 2 2 بي 4. بعد السي ال 6 أقول 1 إس 2 أقول 2 إس 2 وأقول 2 بي 2. بقالي إف 9 أقول 1 إس 2 2 إس 2 2B5. زين، خلينا نشوف. زين، خاف يقول لي شنو الدورة وشنو الزمرة. مثلا هذا الدورة الثانية والزمرة شقيت هي مو بي، أقول 5 زائد 2 أقول الزمرة السابعة. الدورة الثانية والزمرة شنو هي؟ الزمرة 2 زائد 2 الرابعة. الدورة الثانية والزمرة 4 زائد 2 6. إذا إيش أقول؟ جميع العناصر تنتهي بالمستوى الرئيسي الثانوي اللي تقع ضمن الدورة الثانية، يعني كليتهن هذن العناصر يقعان ضمن الدورة الثانية، يعني كلهن ثلاثتين يقع ضمن الدورة الثانية. إذا يكون ترتيب العناصر حسب زيادة أنصاف أقطارها، يعني نقول Li3 شوفوا هذا أول مرة، بعدين إيش أقول؟ أصغر من C اللي هو الستة، بعدين أصغر من الأو الثمانية، أصغر من اف اي اف التسعة. خلينا نشوف شلون طلع هذا. شوفوا حبايب قلبي، يعطيني سؤال رتب العناصر حسب زيادة أنصاف أقطارها الذرية. إحنا طلعنا عنصر عنصر وطلعنا الترتيب الإلكتروني. ما دام عندي ثلاثة يعني نقول يقعن هيك بدي أقول يقعن بالدورة الثانية، إذا يا هي أول واحد Li، شوفوا عندي ال 3 وراها شني؟ C 6 وراها الأو 8 وراها التسعة. هاي عيني، إن شاء الله فهمتوا هذا الفيديو بالتوفيق.